لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. اقترب المدافع الجزائري عماد الدين بوبكر من التوقيع لفريق الوداد، وذلك خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، حيث أكدت بعض المصادر من داخل فريق الوداد بأن المدافع الجزائري اتفق مع سعد النصيري على جميع شروط العقد الذي سيجمعه بالفريق الأحمر، والذي يقضي بحمله لقميص فريق الوداد في الموسم القادم، حيث سيوقع في كشوفات فريق الوداد لثلاث مواسم قادمة. وجاء تعاقد سعد النصيري مع المدافع الجزائري عماد الدين بوبكر لتعويض رحيل المدافع أشرف داري المنتقل إلى الدوري الفرنسي. يقترب المهاجم الأردني محمد شرارة أبو سريق من الانتقال إلى فريق الوداد، حيث لا زال في مفاوضات مع سعد النصيري للتوصل إلى اتفاق رسمي يقضي بحمله لقميص فريق الوداد في الموسم القادم. وأكدت بعض المصادر داخل فريق الوداد بأن اللاعب الأردني محمد شرارة أبو سريق عبر عن رغبته الكبيرة لسعد النصيري بالانتقال إلى الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي، ويبقى فقط الاتفاق بين كلا الطرفين على جميع شروط العقد قبل التوقيع الرسمي. وفي حال نجح سعد النصيري بحسمه لصفقة المهاجم الأردني محمد شرارة أبو سريق، سيكون إضافة قوية للفريق الأحمر في الموسم القادم. لا زال فريق الوداد في مفاوضات شادة مع نادي اتحاد طنجة للتوصل إلى اتفاق نهائي، والذي يقضي بانتقال المهاجم الغابوني أكسل مايي للفريق الأحمر خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، حيث يسارع سعد النصيري الزمان لحسمه صفقة المهاجم أكسل مايي بشكل رسمي، وذلك رغم المنافسة القوية من طرف نهضة بركان الذي يسعى بدوره للفوز بخدمة مهاجم نادي اتحاد طنجة بالميركاتو الصيفي. ويطمح فريق الوداد لانتداب المهاجم الغابوني أكسل مايي لتعويض رحيل المهاجم بن زغاي الذي انتقل إلى الدوري السعودي.